مصطفى خضر هو شخصية قد تبدو غير معلومة للكثير، ولكن هو من معناها عنده خلفية معناها عسكرية، لأنه كان ينتمي لهذا القطاع وهذا هذه السلطة. عسكري سابق يعني، عسكري مطرود من المؤسسة العسكرية، ولا هو استقال؟ وهو كذلك هو معناها حوكمة ووقع سجنه في المجموعة الأمنية، معناها وقع سجنه ثم معناها بطبيعة أطلق سراحه معناها، ولكن ارتباطه تواصل مع حركة النهضة، يعني تواصل مع عضو في حركة النهضة، ينتمي لحركة النهضة. يبدو لي وأنه من العناصر المشرفة على التنظيم الخاص لحركة النهضة. شو اللي أكد فما تنظيم خاص اليوم داخل حركة النهضة؟ قد يكون كما تقولون أنتم عنده يد في الاغتيالات السياسية. أنا نقول لك وأنه فما محضر حجز عن مصطفى خضر. المحجوزات اللي تم حجزها، وهو باش نعدد لك البعض منها، وانت تقول لي ينجموا يكونوا عند شخص عادي في مثل معناها مصطفى خضر، أم هذا يكشف عمق ذلك الارتباط اللي كنا بصدد معناه الإشارة لي. وثائق مختلفة تهم وزارة الداخلية، وهو لا ينتمي لوزارة الداخلية. مجموعة آلات إلكترونية مختلفة، كاميرا حديثة الصنع في شكل أقلام حبر، ساعة يدوية في شكل كاميرا حديثة الصنع، بورتوكلي في شكل كاميرا للتسجيل والتصوير، آلة نسخ ضوئية، آلة لقيس الطاقة الكهربائية، آلة لقراءة شفرات بطاقات مغناطيسية، أعدد 2 حواسيب محمولة بها دراسات أمنية وعسكرية مختلفة، وحقيبة يدوية بها عدة وثائق إدارية خاصة ببعض الوزارات، مجموعة صناديق كرتونية تحتوي على أرشيف لوزارة الداخلية، رابطة عنق بها جهاز تنصت مثبت بداخلها، بورتوكلي بها ميكرو وكاميرا، مجموعة أقراص مضغوطة بها معلقات لحركة النهضة المكتب المحلي بالكباري، صور شمسية لجنود وأسلحة حربية، شفرة نداء خط فودافون. تعرفوا أن الخط هذايا يتبع مصر، إحدى شركات معناها، آلة تصوير صغيرة الحجم، وثيقة مؤرخة في 27/4/2013 بها ترشيح أسماء بالإدارة الأمنية، وثيقة تحتوي على أسماء منحرفين. وإحنا نأكدوا من هنا وأنه هذه القائمة تحتوي في الجهة الأخرى على صور هؤلاء المنحرفين اللي شاركوا في قمع تظاهرة 8 أفريل في شارع الحبيب بورقيبة. إيه نعم. وكذلك 4 ديسمبر الهجمة التي استهدف فيها مقر المركزي لاتحاد الشغل. وثيقة اسمية لقاعة العمليات تهم قياديين للجيش الوطني، آمر الأكاديميات والمدارس، وصور مأخوذة بالجوجل لموقع مثبت لعملية مشبوهة. بل هناك وثيقة تفيد وأن هذا الشخص يعلم قبل أيام، يمكن 10 أيام، عملية الشعامبي التي تم فيها ذبح جنودنا، يعلم بها قبل وقوعها. إذا هذا شخص طبيعي عادي معناها كما أي كان، كيفي أنا وانتي والناس اللي يستمعوا فينا، بهذا شنو تبرير وجوده عنده مع العلم سيد الكريم السادة معناها المستمعين، وأنه ما وقع حجزه على ذمة القضية التحقيقية في الصدفة هذه معناها ما هوش كامل المحجوز،